أنا كردي ورئيس مجلس الوطني الكردي في رومانيا، دكتور دارس في رومانيا، خريج رومانيا. ككردي طبعا كناشط سياسي تأذينا كثير من النظام قبل الثورة بسنين ومن خلال الثورة، فمعروفين يعني. لما كنا ندور على ناس معارضين في رومانيا ما لقينا حدا، كلامي قبل الثورة بسنين. طالما بدأنا في القضية الكردية وأنا تمنيت أنه أنتهي بها ولا أبدأ بها، ولكن نبدأ نتابع في القضية الكردية، في رأيك هل أضرت الثورة السورية بالقضية الكردية أم أفادتها؟ الثورة الكرامة، الحرية والكرامة قصدك، ولا الثورة اللي حاليا هي؟ لأنه في فرق بين ثورة الحرية والكرامة من بداية الثورة وهلا غير ثورة، الأمور الثورة هلا تغيرت. ثورة الحرية والكرامة إجت تكميل لثورة الأكراد. نعرف أنه الأكراد كان عندها أكثر من انتفاضة في سوريا، ولكن أكثر انتفاضة اشتهروا فيها الأكراد وكل السوريين حسوا فيها هي 2004 ضد النظام طبعا، وضد القامشلي، ضد القمع النظامي. وكان معروف مقالة عند المخابرات يقول بلش بالقامشلي وسط على بروكسل ثاني يوم الانتفاضة الكردية. في عندنا قمع مخابراتي بنعرفه كلياتنا، حتى على 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 وسائل الإعلام، حتى على 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 النشاط اليومي كان عندنا قمع كتير، وشعبنا كان مندمج على هالقمع مع الأسف الشديد، كان مندمج وقبلان بكل ربح يعني، مبسوط عليك حتى كان، إلا القليل جدا، القليل جدا من القيادات المثقفة في سوريا، وهالقيادات القليلة جدا اللي تعرف اللي راحت في السجون، اللي انقتلت، واللي طلعت برات البلد. وحتى المخابرات السورية عندها كان عندها طبيعة ولحد اليوم يمارسوه، حتى برات القطر يتابعوك ما بيتركوك بحالك. حكينا أكثر من مرة وأكثر من قاعدة، يا جماعة احنا ما لنا بحاجة للسلاح، ثورتنا خليها تكون ثورة بدون سلاح. شلون الثورات العالم فازت بدون سلاح، الثورة السورية نفس الشيء، لا أصروا بالسلاح. وطبعا النظام ساعد، النظام ساعد بوضع السلاح بأيدي من جماعتها أو غير جماعتها. طلعتنا خطوة جديدة وهي الجماعات الإسلامية المتطرفة. كمان ردنا وصحنا بصوت عالي، يا جماعة هدول ما راح يفيدونا، راح يأخروا ثورتنا، راح يحطونا في مآزق احنا بغنى عنها. الشعب السوري بحياته ما كان شعب متطرف. اتهمونا بالعلمانية واتهمونا بالكفر واتهمونا انه احنا ضد الإسلام. ما حدا ضد الإسلام، بالعكس احنا كلياتنا مسلمين، ولكن الثورات بالتطرف مستحيل تعملها، وهي النتائج اللي احنا شايفينها، داعش وغير داعش. الثورة تحولت الى طريق تاني، هاي ضرتنا، هاي ضرت الأكراد وغير الأكراد، كل انسان سوري شريف انضر. بس بداية الثورة الكرامة والحرية لا، هي اجت متابعة للأفكار الكردي وتنظيف سوريا الى دولة ديمقراطية مدنية. القضية الكردية متى ظهر هذا التعبير في سوريا التاريخية؟ انا قرأت التاريخ وقارئ جيد للتاريخ، لم أشهد ولم أقرأ عن ما يسمى بالشعب الكردي والقضية الكردية وحقوق الأكراد في تاريخ سوريا إلا في العقود الأخيرة. متى ولماذا بدأت القضية الكردية تتحول من قضية وجود اجتماعي جغرافي إلى قضية سياسية؟ القضية الكردية بلش من عام 1962 لما طبقوا الحزام العربي الأسود بالسبعينات وأحصائيات 62. معروف عندنا، يمكن سمعت انت كمان بحلب، عايش بحلب، الحزام العربي الاسود بالسبعينات طبقوها، والاحصائيات عام 1962 احصائيات، يعني تصور اخوي اجى مواطن وابوي اجى اجنبي، فمن يوميتها كان في مخطط. فالقضيه الاكراد بلشت من يوميتها، نتيجه الظلم، نتيجه كسب حقوق، اخذ حقوق، سلب حقوق من الاكراد، ارضا كان، قوميه كان، جنسيه كانت، تعليم لغه، خلقت النزعه القوميه عند الأكراد. ولكن هي النزعة القومية عند الأكراد جت آخر شيء في المنطقة، يعني الاتراك من عام 1916 أتاتورك كان يشتغل على النزعة القومية التركية، العرب اشتغلوا قبل على النزعة القومية العربية. شهيد كردي انقدم في الشام لما زحفوا الأكراد على القصر الجمهوري، فحافظ أسد كان أذكى من ابنه، بعت له خالد بقداش روح هدي الأكراد، شو بدون الأكراد، بدون باصات هاي باصات، بدون حفلات خلي يحتفلوا. فيوميتها بلشوا عيد نوروز، عملوه عيد الأم وعطلة رسمية في سوريا. فأنا شايف لسوريا هي مستقبلها دولة ديمقراطية مدنية تعددية فيدرالية. أنا شايف هذا الحل الأوسط لسوريا، لأنه مو بس الأكراد موجودين في سوريا، في عندنا قوميات تانية موجودة في سوريا. بحال وصل الأكراد إلى الدولة الفيدرالية السورية، هل ترى أنه في المستقبل سيتم توحيد الدولة الفيدرالية السورية الكردية مع
كردستان العراق. شوف أخي الكريم، الأكراد منتشرين في 4 دول، في تركيا وإيران وعراق وسوريا. أنت إذا بتلاحظ اليوم خريطة العالم، إذا تروح على فرنسا فرضا يمكن تلاقي 40% من الفرنسيين مو فرنسيين. روح على أمريكا ما في حد أمريكي، كل واحد جاي من طرف. روح على أستراليا، روح اليوم الحدود بين الوحدة الأوروبية انشال، يعني بتروح أنت اليوم الرومانيا تطلع على ألمانيا ما بتحس ولا شايف حالك بألمانيا عن طريق التليفون الموبيل لما بتغير شو اسمه الزبزبة تبعته. فطيب احنا ليش ما نعملها بالوطن العربي ليش، او بالشرق الاوسط عفوا ليش؟ ماذا قدم الاكراد للثوره السوريه كونهم الاكثر تنظيما؟ الاكراد من بدايه الثوره كانوا مثل اي ناس بيطلعوا مظاهرات سلميه في مدنهم، ومعروف مقالات ازادي لاجل سوريا، حريه لسوريا، ما قالوا ازادي للاكراد، قالوا ازادي لسوريا، الشعب السوري واحد واحد، هاي كمان شعارات من الاكراد، من قامشلي لدرعا. معناتها شعارات، كان الشعارات هي وحدة، شعارات حرية، شعارات كرامة. للأسف الشديد هون حتى يعني إذا نرجع إلى التاريخ الثورة السورية بنلاقي أنه من خلال 3 أشهر 4 أشهر الائتلاف السوري قبل أكراد يصيروا عضو فيه، حتى ما كان يعترض بالأكراد. ما يعني في ناس ضمن الائتلاف اليوم مع الأسف الشديد معارضين ودخلوا السجن النظام لحد اليوم ما بيعترفوا بالأكراد. فهون كمان فيه صعوبة. السبب ما عندهم خبرة، يعني النظرة الديمقراطية لسوريا الجديدة لسه ما شايفينها، هن مو شايفينها، شايفين بس النظام بده يروح بشار بدنا نذبحه وانتهى الأمر. لا، أنا ما بدي أذبح بشار، بدي أذبح بشار على أي أساس؟ بدي أجي شغل شيء جديد، بس أجي أذبح بشار لأجل أذبح بشار، هذا مو حل، هذا مو حل لسوريا، بالعكس بدها تأخذ سوريا للتهلكة. الضغط اللي كان على المعارضين، بدنا نقول على المعارضين السوريين، حتى هن كانوا معارضين مجرد انه صارت مشكلة عائلية معهم او مشكلة شخصية صاروا معارضين، هذا اللي طور. فالإنسان عنده مشكلة شخصية مع الدولة او مشكلة عائلية مع الدولة او مشكلة اقتصادية مع الدولة، صار معارض بالتأكيد ما يفهم القضية الكردية ولا قضية غير الأكراد. اذا انت تعارض عبر المجلس الوطني الكردي في رومانيا، من يمثل وما هو هذا المجلس؟ المجلس الوطني الكردي في رومانيا هو فرع من جميع فروع من مجالس الكردية اللي صارت في جميع العالم. احنا نتابع ما يحصل في الداخل، وما يحصل في الداخل بالرد علينا. في كل دولة موجودة في أوروبا أو في العالم هناك مجلس وطني كردي مندمجين خلاله حزبيين، مثقفين، وطنيين، شباب ذو خبرة فنية، صحافة تكون، فنان تشكيلي تكون، تاجر، يعني ما في أي مشكلة هون. أكراد فقط، أي مجلس وطني كردي محصور بالأكراد وليس مجلس وطني سوري، مجلس وطني كردي. إذا هو ليس سوري كردي، هو كردي، مجلس وطني كردي في سوريا، في سوريا. ماذا قدم المجلس الوطني الكردي في سوريا للثورة السورية في رومانيا؟ المجلس الوطني الكردي في رومانيا قدم لسوريا، نحن أول ناس شاركنا بمظاهرات، ولكن أنا واحد من الأوائل أسسنا الجالية السورية الحرة، أنا مؤسس الجالية السورية الحرة في رومانيا. ما في مظاهرة ما طلعنا، ما في دعم اقتصادي ما عملنا، ما في بيت روماني ما دخلنا، من السياسيين، من المثقفين، من النقابات الرومانية المهنية، يمكن عندي أكثر من 20 مقابلة تلفزيونية في رومانيا كلها على الوضع السوري، ولا واحدة على الوضع الكردي، أكبر من 5-6 مقابلات في الجرائد الرومانية. فأنا لما كنت أحكي كنت أقول أنا رئيس مجلس الوطن الكردي مع أخوتنا العرب التانيين اللي فهموا شو معنى سوريا ومستقبل سوريا. أسسنا الملتقى السوري الديمقراطي في سوريا رومانيا، والملتقى انت واحد من الناس كنت جيت على المؤتمر، ما بعرف يعني الفرق بين المؤتمر اللي عملناه وفرق بين المؤتمر الجالية، في فرق كبير. من الملتقى كان مؤتمر فقط اخي، في نشاطات له ولكن ليس بالمطلوب، ليس بالمطلوب. انا هون متفق معك، في فرق كبير بين تفكير هذا وفي تفكير هذا، هذا التفكير تبعه بالعنف يحل، هذا تفكيره بالحكي يحل. اذا كيف تقيم عمل
الثورة السورية في رومانيا بجميع مؤسساتها وأفرادها. أنا رأيي لو في نخبة من الشباب مثقفين هون، مثقفين مثل ما يقول رومان إنجليمالي من الناحية السياسية وليس من ناحية في عندنا أطباء مشهورين، في عندنا تجار مشهورين، في الناس اجتماعيين مشهورين، أنت صالمة صحفي معروف برومانيا، بدنا ناس عندهم تفكير سياسي متفتح ديمقراطي. لو ملاقين مجموعة من الشباب 5 6 7 مو مشكلة، الرقم مو مشكلة، وبجانبهم 3 4 وطنيين عندهم مادة، أنا بضمن لك أنه فينا نعمل معارضة في رومانيا ممتازة، وليس جيدة، ممتازة على الساحة الرومانية. طبعا فينا نتحرك غير التحرك هذا، ولكن مع الأسف الشديد واحد يعمر 5 بيخربوا، هاي صاير. إذا أنت غير راضي عن مسيرة المعارضة أو نشاطات المعارضة في رومانيا؟ بالتأكيد ماني راضي. لو راضي أنا ما اشتغلت لحالي، ماني راضي. لا كيف رديت؟ هل انسحبت؟ لا، هو حتى الانسحاب تقعد بيتها كمان مو حل، هذا مو حل تنسحب، لكن من بدال انه تكون بالواجهة اتهامات تكتر عليك، من بدال انت رجل نظيف بدك تشتغل، فبالتأكيد انت تحسب حسابك كمان مقابلك. اذا انت صرت بالواجهة وضغطت على مقابلك وما عنده وعي ثقافي، فهذا مقابلك بالتأكيد راح ينفجر، فاذا انفجر راح يأثر عليك. يعني هل افهم ان الثورة السورية تعاني من عدم وجود ثوار حقيقيين واعيين؟ بالتأكيد انت حطيت ايدك هون على الجرح. انا حكيت لك من بدايتها حتى المعارضين في سوريا ما عدا الاكراد والاخوان المسلمين كانت معارضة، يعني خلافات اقتصادية مع الدولة، خلافات شخصية مع الدولة، خلافات عائلية، وهذا مستحيل يصير معارض. المعارض لازم يكون عنده مبادئ. انا مختلف مع بشار الاسد لانه بشار الاسد بيحط الناس بسجون بدون اي سبب، لا انا بحطه بالسجن مو مشكلة، بس حاكمه يا اخي، حاكمه، يمكن عنده ذنب، ما عنده ذنب اتركه. فإذا ما عندك برنامج سياسي، ما عندك برنامج اقتصادي للبلد، ما عندك رؤية لبلدك، فأنت ما لك معارض. يعني أنا معارض لأنه ما بيعجبني قميصك، هاي مو معارضة. التغيير جاي، ما في محل للتغيير. التغيير سوريا ما راح ترجع أيام من زمان، هاي خلينا نكون واضحين فيها. الطفى مجموعة على الساحة السورية كلها، عم بحكي مو على رومانيا، شوي عم تطلع وجوه جديدة على الساحة. هالوجوه كأنه صار عنده دعم دولي، صار عنده دعم دولي، تحركوا واحنا راح ندعمكم، وليس بالصواريخ مثل ما يفهمون الناس، لا، بالسياسة والدعم السياسي لحتى يجهزوا يستلموا البلد. إذا اليوم سلموا سوريا، إذا اليوم بشار سلم سوريا للمعارضة هاي الموجودة، أنا بضمن لك راح تصير حرب أهلية في سوريا، بضمن لك بدون نقاش، لأنه مو مهيئين لتسليم البلد. وهذا السبب الوحيد انه حتى العالم، الدول العظمى عم تتماطل بحل المساله السوريه. بالتاكيد هاي لها كمان جوانب تانية، انه مصالح شخصيه ومصالح اقليميه ومصالح فهم جرى، ولكن عندنا ما في معارضه اليوم. يعني تصور المناطق الوحيده اليوم ما فيها مشاكل وبتحس انه في جيش معارض عم يصير الامور، هي مناطق الكراد، ما في غير. احنا اليوم بحاجه بسوريا الى جيش، نواة جيش نظامي. احنا ما انا بحاجة للجماعات، احنا ما انا بحاجة للجماعات، احنا بحاجة لنواة جيش نظامي. وعندنا قدرات، عندنا ناس انشقوا من الجيش السوري وعندها قدرات وعندها خبرة في سوريا، خدموا في سوريا، ناس رتب عالية، فهدول لازم يأسسوا نواة جيش نظامي ولو حتى يكون صغير. انا وياك اذا هلا نناقش موضوع يمكن ما راح نكمله، ما راح نكمله بشكل ديمقراطي. أنا لازم أحترم رأيك وأنت تحترم رأيي، إذا أقنعتك كويس، إذا ما أقنعتك في حل وسط، يمكن نلتقي في حل الوسط. هاي النقاش مو موجود بين السوريين، مع الأسف الشديد النقاش هذا مو موجود بين السوريين. السوري اليوم اللي قاعد بالمعارضة أو يكون مدعوم من دولة ما أو مدعوم من أشخاص ما، إله غاية في نفس يعقوب، وهي مشكلة. إذا أنت ما تحكم بأفكارك وبراسك، وأنا ما بتحكم بأفكاري وبراسي، صعب نلاقي حل لسوريا. أنا ما فيني أطبق آراء دولة ما في سوريا، إلى غايات قديما مع النظام السوري أو إلى غايات مع الشعب السوري، لأنه شعب مثقف وفهمان، فبيدفعني على الغلط. شك هناك أشخاص تابعين، هناك أشخاص لهم أجندات، لكن لا يمكن أن تعتبر جميع الشعب السوري الموجود في الخارج يمتلك أجندات وتابع للدول.
هناك أشخاص أحرار. كلام جميل وكلام حلو، ولكن أنت أي حركة بدك إمكانيات. الإمكانيات هون عندنا فرعين من الإمكانيات. أول شيء لازم يكون عندك ناس على الأرض، مو شرط يطلعوا بقنابل ويحاربوا، لا، بدك طالع مظاهرة بحلب فيك طالع 2000 واحد، بيرفكت، برافو. أو يكون عندك إمكانيات مادية. أنا حسب رأيي البني آدمين أو الناس اللي تحكي عليهم أنت، هدول السوريين لا عندهم أشخاص بالبلد ما ضلوا، ولا عندهم إمكانيات مادية. سوريين واعيين موجودين، مثقفين موجودين، أساتذة جامعة موجودين في جميع أنحاء العالم، وعندهم إمكانيات يقدموا لسوريا، ولكن حاليا دورهم ما مبين. دورهم راح يجي بس مو هلا، أنا بعتقد راح يجي دورهم بس مو اليوم.